وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من القدس المحتلة رتيبة نتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني. سيدة رتيبة، يعني الأوضاع ما زالت تتأزم على الأرض، سواء فيما يخص الداخل الفلسطيني وقطاع غزة بشكل خاص، أو فيما يخص أيضا أزمات الحكومة الإسرائيلية. برأيك كيف تسير الأمور وإلى ما ستؤول في الساعات القادمة؟ يعني التخبط اليوم في الداخل الإسرائيلي ما بين فتحة جبهة الشمال في الحرب مع جنوب لبنان، وبين الاستمرار في توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة وفي رفح. يعني حسب تقديرات الجيش، لا تستطيع إسرائيل فتح أكثر من جبهة في نفس الوقت، وإذا أرادت أن تنتصر في قطاع غزة فعليها إيقاف جبهة الشمال، وإذا أرادت أن تنتصر في الشمال وتوقف يعني الهجمات من قبل الجنوب اللبناني، فهي عليها أن توقف الهجمات في رفح، وإلا فهي مجبورة باستدعاء المتدينين اليهود للدخول للخدمة العسكرية واستنفاد كل الطاقات البشرية. كل واحد من هذه الخيارات يشكل تحديا ويشكل لربما صراعا في الداخل الإسرائيلي، يجعل صورة الوضع على أرض الواقع متخبطة جدا ولا يمكن الوثوق فيها، ومتغيرة بشكل متسارع من فيناء لأخرى، في حين أن الجيش أعلن أن هنالك هدنة إنسانية أو لربما تكتيكية لإعادة ترتيب أوضاعه بعد الخسارة البشرية الفادحة التي ألمت في جنود الاحتلال في رفح بالأمس. يعني الحكومة ترفض مثل هذه الهدن الإنسانية وتقول بأنها يجب أن تمر عبر الحكومات. دائما هنالك لربما يعني تصريحات متناقضة ما بين الحكومة ووزراء هذه الحكومة الذين يفتقرون إلى الخبرة السياسية وأهدافهم السياسية، ومن بين الإرشادات التي يتوجه بها الجيش أو يصرح بها من هم يعني حتى نعم. خارج هذه الحكومة، لكن يبدو يكون من الخبرة العسكرية ما يكفي. نعم، يبدو أن الخلاف واضح وهناك شقاق داخل الحكومة الإسرائيلية. برأيك هل هذه الخلافات من شأنها أن تسقط الحكومة، أن تؤدي إلى إخفاق شديد يصبح على الملأ أمام الإسرائيليين ومن ثم سقوطها؟ للأسف حتى هذه اللحظة يعني هذه الحكومة منذ أن نشأت وهي إشكالية، وهنالك يعني معارضة شديدة لها في الشارع الإسرائيلي على عدة يعني محاور وعلى عدة قضايا، وتشكيك حتى في قدرتها على إدارة هذه الحرب المستمرة منذ 9 شهور، ولكن لا أعتقد بأن هذه الخلافات قادرة على إسقاط الحكومة. ما يستطيع إسقاط الحكومة حقا هو التدهور الاقتصادي السريع أو رفع الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء المالي والدعم العسكري لهذه العمليات العسكرية التي يعني بالكاد تجعل إسرائيل قادرة على الاستمرار. نحن نعلم أن مديونية دولة الاحتلال ارتفعت إلى أكثر من 35 مليار دولار حتى هذه اللحظة نتيجة استمرار العمليات العسكرية، وأعتقد أن هذا العامل الاقتصادي وسيكون العامل الحاسم والأساسي في إيقاف أو إسقاط هذه الحكومة، التي منذ أن جاءت كانت تعد بإصلاحات اقتصادية كبيرة جدا ومحاولة تحسين الوضع الاقتصادي المتردي أصلا في إسرائيل. أما الخلافات ما بين المعارضة ويعني الحكومة الحالية وهي شديدة منذ نشأة هذه الحكومة، لا أعتقد أنها ستكون موضع الحزم، بل ستعطي يعني مزيدا من النوافذ يعني المجتمع العالمي والعالم للنظر بتوازن نحو إسرائيل وعدم حسم أموره باتجاه دولة الاحتلال. نعم، اليوم أولى أيام عيد الأضحى المبارك، كيف يمر العيد على القدس المحتلة وكيف يمر على الفلسطينيين؟ يعني اولا للاسف يعني نستطيع ان نقول انه اجواء العيد ليست كما يجب، خاصه في مدينه القدس القوى الشرائيه ضعيفه جدا. خلال الاسابيع الماضيه كان هنالك الاعياد اليهوديه التي عطلت كثير من الحركه التجاريه. بشكل غير مسبوق هناك تواجد مكثف بجيش الاحتلال داخل ايضا اروقه المسجد الاقصى المبارك وساحات المسجد الاقصى المبارك في تزامنا مع يعني الصلوات، وهذه طبعا الصوره لم نراها سوى في ما بعد 7 أكتوبر، هذا الانتشار المكثف داخل ساحات المسجد الاقصى المبارك وتركيب المزيد من يعني الكاميرات الصوتيه والمجسات الصوتيه في داخل المسجد الاقصى وعلى الحائط الغربي من المسجد الاقصى، كل ذلك يعني جعل من وتيره الاحتفال بالعيد اضعف في مدينه القدس، وكذلك الامر في الضفه الغربيه التي تعاني منذ شهور من هجمات عسكريه مكثفه واعتقالات تجاوزت 9000 معتقل حتى من 7 اكتوبر حتى اليوم. نعم، اشكرك جزيل الشكر من القدس المحتله سيده رتيبه النتشه، عضو هيئه العمل الوطني والاهلي الفلسطينيه.